السلام عليكم، انا مصطفى الدسوقي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على الف باء عربيات. النهارده هنعمل تيست درايف سريع جدا للنيسان الكاشكاي. احنا في مركز القياده الامنه اللي موجود في 15 مايو، وهنجرب السيفتي فيتشرز وشويه حاجات كده من اللي موجوده في العربيه، الاكسلريشن والحاجات دي كلها. تابعونا يلا. ولو انت بتفكر تشتري العربيه دي او اي عربيه تانية غيرها، فانت اكيد بتفكر في احسن طريقه تحمي بيها عربيتك، ومفيش افضل من انك تعمل لها فيلم حمايه اصلي. احنا كنا عملنا فيديو توضيحي عن موضوع افلام الحمايه برعايه كاربروجيني، الوكيل الحصري لافلام اكس بيل الامريكيه في مصر. هحط لحضراتكم اللينك بتاعته في الاي وفي الديسكريبشن تحت الفيديو. دلوقتي احنا هنجرب فرامل الطوارئ اللي موجوده في العربيه. معايا صديقي بس الحلواني ربط الحزام. احنا المفروض نوصل على سرعه 40، والمفروض ان انا اعمل ابقى ماسك الدركسيون كده وهي العربيه تقف لوحدها. انا ما دوستش فرامل، هي العربيه وقفت لوحدها تماما، فحاجه ممتازه جدا. تمام، نحرك بقى دي ولا انا ابعد كده وهنيجي بوشنا تيجي ورا الجوك؟ تمام، الكلام ده حقيقي مع العربيه، مع العربيه الجوك. نلف من بعيد ولا نلف من هنا؟ طيب، العربية على فكرة فيها كومفورت اكسس يا جماعة. انا اول ما ركبت هي خدت وضع الكرسي طلع لقدام وكده. يلا ركب بقى عالي على طول، يلا على الكش. ركب 40. هنجرب بقى دلوقتي مع عربية بجد. 40 ما تزيدش عن 40. انا ماشي اهو دلوقتي السرعة 35 40 اهي. انا شايل كل حاجة اهو خالص. شايفين رجلي؟ العربية وقفت لوحدها تماما اهو. كل شوية الموبايل بتاع بس بيقع عشان خاطر بس ايه؟ بس انا حاسس نعمل لكم الناس فرحانة قوي ان انت الوحيد اللي عملت كده يعني. بص فرحان جدا ان انت الوحيد اللي عملت كده. دلوقتي احنا هنجرب التراك اللي فيه المية اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. هنجرب فيه الانزلاق بتاع العربية او نسبة التماسك بتاعها في المية، هنشوف هتعمل الاندر ستير عامل ازاي او الاوفر ستير اللي هتعمله ونشوف كده. أربعين. شفتوا الاندر ستير بتاع العربيه عامل ازاي؟ فرمل ونلم هدوء وكسر العجل. كمل كمان مره. الارض هنا يعني زلقه جدا، وانا حاسس بالاي اس بي بتاع العربيه والاي بي اس بيتدخل اثناء المشي. شوفوا كده، هي ما بين الاوفر ستير والاوفر ستير. بصوا اطلع خالص كله يمين. برافو العربيه اللي عليها مفضل 40 ما تسويش 40 بعد اذنك. طبعا حلو يعني التناسب بتاع العربيه حلو. انت في اللفه الثانيه كمان كنت خلاص عرفت المكان فاسهل كمان شويه. دلوقتي هنجرب الاي اس بي بتاع العربيه. هندخل العائق ده، هو بيزحلق العربيه اول ما بتدخل على سرعه 40. تشوفوا انتوا العربيه لو على طول قامت رايحه من يمين او الشمال. شايفين؟ بتصحيح الدركسيون احنا ايه؟ طلعنا بالعربية. هنجربها مرة كمان. طلع العربية اللي على العربية. شفتوا الثبات الالكتروني بتاع العربيه عمل ايه؟ مجرد ان انت بس عملت كاونتر ستيرنج معاها مع الاي اس بي. انا ما دوستش فرامل خالص لان العربيه راحت من ورا، هي عملت اوفر ستير. فلما الاوفر ستير ده انت يفضل ما تدوسش فرامل الا لما تبتدي تاخد الخطوات التصحيح الاول. نرجع بقى ونعمل اخر تيست او اخر تراك.
دلوقتي احنا هنجرب الاستابيليتي تراك او التراك اللي بقى هنشوف فيه التسارع بتاع العربيه والتماسك والحاجات بتاعتها وكيفيه تعاملها مع المنحنيات والتسارع بتاعها ايه. احنا على النورمال مود عادي، اول مره بقى نسوق على التراك ده، فخلينا كده نتعرف بيه ونشوف اخباره ايه. ادي ريسنج لاين، او تدخل تاخد طرف المنحنى. التماسك بتاع العربيه عظيم عظيم. ناخد ده كده، التماسك بتاع العربيه حلو قوي، الملف ده قاسي جدا. العربيه عملت اندر ستير ولكن برضو اتلمت بمنتهى السهوله. الشيكين ده كان برضو كان ممتاز قوي. المره دي بقى هنعملها تاني على السبورت مود. نسبه الاندر ستير بتاعت العربيه او نسبه فقدان التماسك بتاع المحور الامامي تعتبر قليله. يعني بصوا التماسك بتاع العربيه ممتاز. الدخله الثانيه اهي، انا بحاول ازحلقها معاكم، بس زي ما انتم شايفين التماسك بتاع العربيه حلو قوي. نشوف كده الملف اللي هو الهير بين ده، ده بقى العربيه بتروح فيه خالص، بس هو زي ما انتم شايفين احنا برضو دخلناه بسرعه. والبيك اب بتاع السرعه بتاع العربيه ممتاز، حلوه بصراحه. ايه رايكم في التراك ده؟ كده احنا خلصنا الاربع تراكات، جربنا الاي اس بي، جربنا اجهزه التحكم في التماسك، جربنا نظام الثبات الالكتروني، جربنا فرامل العربيه، جربنا التراكشن عموما بتاع العربيه ونظام التوجيه. العربيه مبشره جدا، طبعا الحكم النهائي لما نجربها بقى التجربه التفصيليه اللي انتم متعودينها من الف ب عربيات، ولكن انطباع اولي ايجابي جدا. استجابه علبه الدروس احسن بكتير من الجيل السابق. معلش بقى لو الصوت فيه هوا كتير، لان احنا هنا في ملقى في هوا، يعني في مركز القياده الامنه. نوجه لهم الشكر طبعا ان هم استضافونا النهارده، وحبيبنا المدرب الدولي سعيد الشاطر من احسن يعني الناس اللي تدي لك توجيهات للقياده. وشاكر جدا للمتابعه، نتقابل ان شاء الله فيديو جديد قريب.